في حدود الساعة 9 صباحا تحت شعار قطار واحد يجمعنا انطلقت أول رحلة لقطار الجزائر تونس من محطة عنابة بعد توقف دام 28 سنة. هذا وشهدت الرحلة تنظيما دقيقا وإقبالا كبيرا من المسافرين الذين عبروا عن فرحتهم بعودة هذا الخط الحيوي الذي يربط بين البلدين الشقيقين مما يسهل عليهم التنقل إلى تونس والعودة منها. دايرك إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن، إن شاء الله رحلة علينا ناس كل إن شاء الله ملاحة وحاجة باهية بصراحة تشجع والله. ما شاء الله أنت كابل بصراحة صدق يعني والله أنا جامد كنت فيه أول مرة وإن شاء الله نداوم عليه بإذن الله. فريمون حق بقينا ده شيء نكذب عليك ما من مشي تاعيها هو راهم قاموا بينا خلاص سقطوا بقم يا كلاس راهم هك حتى ديام كلاس يهزونا لي باجاج هما طلعونا هما فريمون إن شاء الله تكون الداخل وكيما البرا. كما أعرب المسافرون القادمون من تونس عن رضاهم الكبير بعودة هذا الخط الذي طال انتظارها مؤكدين على أهميته في تسهيل حركة السفر بين البلدين. تعد عودة خط قطار الجزائر تونس خطوة هامة نحو تعزيز الروابط بين الجارتين وتسهيل حركة التنقل بين البلدين ويعزز من فرص التبادل الثقافي والاقتصادي ويفتح وسيلة جديدة للمسافرين.